مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، مساء الخير على أحلى أهلوية في الدنيا، حلقة جديدة من الأهلي في رمضان. برحب بحضراتكم وأكيد لازم أبارك لكل الأهلوية في كل مكان على المشهد المشرف والإنجاز الجديد اللي بيضاف لسجلات النادي الأهلي، أعظم نادي في الكون. امبارح كنا بنتابع على شاشة قناة الأهلي احتفالية وضع حجر الأساس لإنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي. المرة دي النجاح والإنجاز الكبير اللي احنا بنتكلم عنه بعد ما كنا بنحتفل ب 114 سنة نجاح، الإنجاز المرة دي مختلف تماما، لأنه الحقيقة حلم لكل الأهلوية، حلم بقاله سنين كتير قوي قوي كل الأهلوية بيحلموا بيه، سواء لاعبين أو جماهير أو حتى يعني جهاز فني للنادي الأهلي ومجلس إدارة، كله كان الحقيقة بيحلم بأن يكون عندنا استاد خاص بينا. ويمكن كمان كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيقول في كلمته إن هو من وهو لاعب كان بيحلم بأن يكون النادي الأهلي ليه استاد خاص بيه. وطبعا فوائد ومميزات كتيرة قوي هتعود على النادي الأهلي بعد ما إن شاء الله نقدر إن احنا نتم الخطوة دي على خير. وبنتكلم إن احنا لازم طبعا نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطوة اللي زي دي وعلى دعمه للرياضة بشكل كبير، الرياضة في مصر بشكل كبير كجزء أو ملف أساسي من ملف تطوير الدولة المصرية اللي احنا بنشوفه الفترة اللي فاتت دي كلها. وأكيد بالتالي كل مؤسسات الدولة اللي دعمت واللي سهلت طبعا ان احنا يكون عندنا استاد خاص بينا. بنتكلم في ان احنا حقيقة حاسين بفخر كبير قوي ان احنا بننتمي للنادي الأهلي، ويمكن بعد استاد الأهلي والسلام كنا كلنا يعني او ناس كتير فاكره انه خلاص هننسى فكره ان النادي الاهلي يبقى له استاد خاص بيه، ولكن طبعا يعني شفنا الحقيقه قد ايه كان فيه اهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ان يكون عندنا استاد خاص بينا.